الوقفة الثالثة، المنتقى الجنة، عن رافع بن عبد الله قال: قال لي هشام بن يحيى الكناني: لأحدثنك حديثا رأيته بعيني وشهدته بنفسي. قلت: حدثني يا أبا الوليد. قال: غدونا أرض الروم سنة 38، وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة، وكنا نتناوب الخدمة والحراسة وإعداد الطعام. كان معنا رجل يقال له سعيد بن الحرف، ذو حظ من عباده، يصوم النهار ويقوم الليل، وكنا نحرص على تخفيف النوبة عليه لطول قيامه وكثرة صيامه، فكان يأبى إلا بالقيام بكل المهمات، وما رأيته في ليل ولا نهار إلا في حالة جد واجتهاد. فأدركني وإياه النوبة ذات ليلة في الحراسة، وكنا قد حصرنا حصنا من حصون الروم، فاستصعب علينا. فرأيت من سعيد في تلك الليلة من الجلد والصبر على العبادة ما جعلني أحتقر نفسي، إنه فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما أصبح الصباح ولم ينم، قلت له: خفف على نفسك، فلنفسك عليك حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكلفوا من العمل ما تطيقون. فقال لي: يا أخي، إنما هي أنفاس تعد، وعمر يفنى، وأيام تنقضي، وأنا رجل أنتظر الموت في أي لحظة. فبكيت لجوابه، ودعوت الله لي وله بالعون والتثبيت، ثم قلت: نم قليلا لتستريح، فإنك لا تدري ما يحدث من أمر العدو. فنام تحت ظل خيمته، وتفرق أصحابنا في أرض المعركة، وأقمت في موضعي أحرس رحالهم وأصلح طعامهم. فبينما أنا كذلك، إن سمعت كلاما يأتي من ناحية الخيمة، فعجبت، فليس هناك إلا سعيد نائما. ظننت أن أحدا قد جاءه ولم أره، فذهبت إلى جانب الخيمة فلم أرى أحدا، وسعيد على حاله نائما، إلا إنه كان يتكلم في نومه ويضحك. أصغيت إليه وحفظت كلامه، ثم مد يده وهو نائم كأنه يأخذ شيئا، ثم ردها بلطف وهو يضحك، ثم قال: فالليلة إذن. ثم وثب من نومه واستيقظ وهو يرتعد خائفا، فاحتضنته إلى صدري حتى سكن وهدأ، وجعل يهلل ويكبر يحمد الله. فقلت: ما شأنك؟ فقد رأيت منك عجبا وسمعت منك عجبا، فحدثني بما رأيت. قال: اعفني من ذلك. فذكرته حق الصحبة وقلت: لعل الله ينفعني بما تقول. فحدثني عما رأى في منامه. قال: جاءني رجلان لم أر قط مثل صورتهما كمالا وحسنا، فقالا: أبشر يا سعيد، أبشر يا سعيد، فقد غفر ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك واستجيب دعاؤك وعجلت لك البشرى في حياتك، فانطلق معنا حتى ترى ما أعد الله لك من النعيم. قال: فأتينا على حور وقصور وجواري وغلمان وأنهار وأشجار، فأدخلوني في قصر ثم إلى دار فيه، حتى انتهيت إلى سرير عليه واحدة من الحور العين كأنها اللؤلؤ المكنون. فقالت لي: قد طال انتظارنا إياك. فقلت لها: أين أنا؟ فقالت: أنت في جنة المأوى، قالت: أنت في جنة المأوى. قلت: ومن أنت؟ قالت: أنا زوجتك الخالدة. فمددت يدي إليها فردتها بلطف وقالت: أما اليوم فلا، إنك راجع إلى الدنيا. قلت: لا أريد الرجوع، قلت: لا أريد الرجوع. فقالت: لا بد من ذلك، وستقيم هناك يعني في الدنيا ثلاثا، ثم تفطر عندنا إن شاء الله تعالى. فقلت: بل الليلة. قالت: إنه كان أمرا مقضيا. ثم قامت من مجلسها فوثبت لقيامها، فإذا أنا قد استيقظت
وأنا أسألك بالله لا تحدث بحديثي هذا واسترني ما حييت. قلت أبشر، فلقد كشف الله لك ثواب عملك. ثم قام فتطهر واغتسل ومس طيبا، ثم حمل سلاحه ونزل إلى أرض القتال وهو صائم، وظل يقاتل حتى الليل. فلما انصرف أصحابه وهو فيهم قالوا يا أبا الوليد، لقد رأينا من هذا الرجل عجبا، حرص على الشهادة وطرح نفسه تحت السهام، وطرح نفسه تحت السهام والرماح، وكل ذلك يصرف عنه. قلت في نفسي لو تعلمون خبره، لو تعلمون خبره لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فأفطر على قليل من الطعام وبات ليلته قائما. فلما أصبح صنع كصنيعه بالأمس، وفي آخر النهار عاد هو وأصحابه وذكروا عنه مثل ما ذكروا بالأمس، حتى إذا كان اليوم الثالث انطلقت معه وقلت لا بد أن أشهد أمره وأرى ما يكون. فلم يزل يقاتل ويكبد الأعداء الخسائر وينكل فيهم ويصنع الأعاجيب وهو يبحث عن القتل والموت مضامنة، وأنا أراه وأرعاه بعيني ولا أستطيع الدنو منه. حتى إذا نزلت الشمس للغروب وهو أنشط ما كان، فإذا برجل من أعلى الحصن قد تعمده بسهم فوقع في نحره فخر صريعا وأنا أنظر إليه، فصحت بالناس فحملوه وبه رمق من حياة وجاءوا به يحملونه. فلما رأيته قلت له هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة. قلت له هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة، يا ليتني كنت معك فأفوز فوزا عظيما. فعض شفته السفلى وأومأ إلي ببصره وهو يضحك وقال اكتم أمري، وقال اكتم أمري والملتقى الجنة. ثم قال الحمد لله الذي صدقنا وعده، فوالله ما تكلم بشيء غيرها. ثم فاضت روحه وآيات الله تنادي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم